وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ وَقَالُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَى لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ قُلْ كَفَى بِاللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتين هم بغتة وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد ضيفنا الكرام المميزين من السيدين والسادات والآباء والأمهات وجميع الضيوف الكرام أصحاب الفضيلة من وزارة التربية والتعليم وجميع منصوبي مدرسة منديرة كاونتي الأكاديمية من المدراء والأساتذة نرحبكم في حفلنا البهيج فأهلا وسهلا بكم إنه لمن دواعي السرور البالغ وشكر لله أن منحنا هذه المناسبة الجميلة الموسومة بيوم جزاء وتكريم لخريجي عام 2024 ميلادي لقد بدأت رحلتهم الجديدة بعد تخرجهم من مرحلة الابتدائية إلى مرحلة الإعدادية وقد أدت 1000 خطوة صغيرة إلى تحقيق هذا الإنجاز العظيم الذي نحتفل تحت ظله اليوم إبرازا لجهودكم الجادة ورغبتكم العالية في التقدم إلى مرحلة متقدمة في التعليم فنقول لكم بارك الله فيكم
كما نقدر فضل حكومة مقاطعة منديرة بقيادة معالي السيد محمد آدم خليل على عمله التجريبي للتعزيز التعليم المجاني في مدارس الثانوية الحكومية وبناء المدارس والتقديم المنحي للعائلات المحتاجة. كما نعترف أيضا بجهود وزارة التعليم في جودة التعزيز للمستوى العالي للتعليم والتوفير المرافق لجميع مدارس منديرة. كما نوصل أيضا امتناننا الخاص لأولياء أمورنا لدعمهم الثابت للرفاهية أطفالهم، فأنتم الركائز وحاملي العلم وحجر الزاوية في هذه المدرسة. وشكرا للمعلمين القائمين بالعمل التعليمي بكل جهد وإخلاص. التزامكم وتضحياتكم من أجل أطفالنا بارك الله في جهودكم. وكما لا ننسى أيضا جهود إدارة المدرسة التي قضت لياليها بلا نوم في ضمان التعليم وجودتها بثلاثة متينة. بارك الله فيكم جميعا، عقدة سعيدة وعودة حميدة. كل مانجمنت حسين دايم تيتشر تيتشرز ليديز اند جنتلمان جود مورنينج. It is with great pleasure and thanks to God Allah for granting us this beautiful and colorful occasion. As you know, it is a special day to our 2024 graduates. Their new journey has begun. As you graduate, may your curiosity continue to sparkle. A thousand little steps made by these PP2s has led to a big day. Congratulations for your hard work. We really appreciate the county government of Mandera under His Excellency Governor Muhammad Adam Khalif for his exemplary and impeccable work in fostering free education in secondary schools, building of schools and providing bursaries to the needy families. We also acknowledge the good work of the Ministry of Education for promoting high standards of education, providing facilities to all schools in Mandera. We also send our special gratitude to our parents for their unwavering support, the well-being of their children. You are the pillars, flag bearers, and cornerstones of this school. Big thanks to our able teachers for working tooth and nail. Your commitment and sacrifices to us are unforgettable. May God bless our teachers. The partnership of parents and the school has created an enabling and conducive environment to this school, without forgetting the management of the school who have had sleepless nights in ensuring that learning is running smoothly. May Allah bless you all. Happy holiday to us and to our teachers.